اليوم فقدنا الزعيم الأب الروحي ديال الحركة الشعبية والحركيين والحركيات اللي كانت عنده مكانة خاصة نظرا للنضالات العديدة والكثيرة دياله، وأخص بالذكر نضالاته على العالم القروي وإنصاف البوادي والأمازيغية. هذا الرجل تقلد مناصب كثيرة وعاشر ثلاثة ملوك ويعرف الملفات حق المعرفة، وكان وطنيا حتى النخاع يدافع عن وحدة الوطن وعن العرش، وكذلك يدافع عن الفئات الفقيرة والمعوزة والتي تسكن في المناطق النائية والجبال. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.